لينا كانت بتسألك على اطلع من نافوخي، كنت عايز هو تسألي عنه كنت ليه؟ اسالك، هو طبعا انت قلت ده نزل قبل كلام مصريين. ده حقيقي. اطلع من نافوخي، اظن هو شارح نفسه شويه، يعني اللي هو اللي اطلع هو من دماغي مفيش بقى. حد فينا ما عندوش حد نفسه في حياته يقول له اطلع من نافوخي، يعني لازم، يعني هو صرخه مصريه، يعني هي عارفه اللي هو ايه بنتكلم فيها على الناس السلبيين او العادات والتقاليد حتى اللي بتعود علينا بالسلب في حياتنا. ساعات بتيجي كده اللي هو ايه، اي حاجه عايزه تشدك لورا، عايزه تجيبك تاخرك، عايزه توقفك في مكانك، فتبقى عايزه تقول له اطلع من نافوخي. يعني هي دي، اركن فبنتكلم بقى على هنا عن جنب كده. ثقافات وعادات وتقاليد، مش بس اشخاص، يعني مش بنتكلم بس على اشخاص، لا بنتكلم على حاجات ممكن تبقى مأثره عليكي بالسلب قوي وانت مش واخده بالك حتى. صح. يبقى ساعات راجعه في البيت مش طايقه حد يكلمك، مالك في ايه؟ معرفش، مش عارفه انا في مش ايه. عارفه في ايه. لا بيبقى في حاجات قابلتنا في الطريق، قابلتنا في السكه، قابلتنا في الشغل، اثرت علينا بالسلب من غير ما ناخد سلوكيات بالنا، معينه. سلوكيات كاتبين بقى حاجات منها كتير هنا. حلوة قوي. والحاجات دي بقى دي اللي انت بتاخدها بس بطريقة يعني بتهزر على المواقف دي، صح؟ بنقولها بطريقه لذيذه بس كمان فيها معلومات مهمه، يعني في قلبها كده، مش مجرد يبقى فاني، لا انا عايزك تفكري معايا، يعني تطلعي من كل موضوع تقعدي تفكري فيه. والله صحيح، ده ايه هو ده، ليه هو احنا بنعمل كده ليه؟ صح. بحب قوي ده، ان حد يجي يقول لي انا فعلا فكرت في الحته دي، انا يهمني الحته دي قوي، انت اتكلمت في الحته دي انا فعلا ما كنتش واخده بالي منها. بحب قوي بقى الريفيوهات بتاعت القراء. طب هل انت كده خلاص سبت الشعر بشكل نهائي؟ ما انت كان البداية شعر، ليه ما شفناش ولا ديوان شعر؟ لا كان فيه في الاول، كان فيه بس مش عارف، يعني انا بدات كان فيه ديوانين اصلا اول ما بدات خالص، كان فيه والاتنين كانوا ديوان جماعي، يعني مجموعه شعراء كده شباب مع بعض، عملنا حاجه اسمها صف تاني، الكلام ده كان سنه 2013. وبعدين في دار زحمه كتاب اللي انا بتعامل معاها هي اللي شافت الكتاب فقالت تبنت المجموعه وخدت افضل ناس وعملت تاني ديوان اسمه سيجا، كنت انا منهم. وبعدين مدير دار النشر بقى استاذه منى، احب يعني اوجه لها التحيه لانها ساعدتني كتير الحقيقه، شافت المقالتين اللي انا اتكلمت عنهم اللي انا عملتهم في الشغل بتاعي، قالت لي لا سيبك بقى من الشعر خالص، شكرا انا مش هعمل لك شعر تاني، انا عايز ادب ساخر. وهي فضلت معايا في القصه دي، يعني ورايا انت هتعمل ادب ساخر، يعني تعمل انت بتكتب حلو جدا. طب حلو قوي، ففضلت بصراحه شجعتك. معايا وشجعتني كتير جدا لحد ما طلعنا بقى، رحت لها اتفضلي اتفضلي. اطلع من نافوخي. ايه هو ده، اطلع من طب نافوخي. انا عايزه في حته الشعر، عايزه كده نفتكر مع بعض، هل انت في حاجه حاضره في دماغك دلوقتي فاكرها ولا مفيش قوي بصي من انا من حاجاتك نوع بقى؟ طلع لنا بقى الكنوز القديمه من كده. نوع النساي شويه في مواضيع الشعر. او طيب في حاجه كنت كاتبها قريب، قريب يعني لسه بتكتب شعر؟ بكتب طبعا، لا بكتب بيبقى على حسب الموقف، في موقف بيطلع معايا كده بقى قاعد المود. بيطلع موت كده اوكي. بيروح طالع بحاجه شعر. بقول فيه ايوه بحبك، ايوه بحبك وبموت فيكي، ولا احساس جوايا اتغير، عارف ان سكوتي مضايقك والصمت اللي في قلبي حير، والحزن اللي في عيني يكفي من الوقت سنتين قدام، وقلوب قيوبتنا بتتحول لمئات علامات استفهام، ليه أبيار أحاسيسي بتنضب؟ ليه من فترة مشاعري بخيلة؟ ولساني اللي ما كانش بيسكت بقى عاجز وقليل الحيلة؟ والوردة اللي في إيدي عشانك ليه مش قادر أقدمها لك؟ والضحكة اتولدت على إيدك ليه بدموعي بلونها لك؟ خايف أقول، خايف أقول وتحس إهانة، وانا يا حبيبتي خلاص مخنوق، حبي وضحكي وعشقي خيانه، بس بلاش من ظن السوء، ايوه بحبك، ايوه بحبك وبموت فيكي، وكل دقيقه معاكي بلذه، بس ازاي انا اعيش في هواكي واخواتي بيموتوا في غزه. حلوه قوي. لا وفي الاخر عملت لنا شفت كده، كان شفت مش فعلا، متوقع خالص سوري على بس. المود. لا لا طبعا هو حلو قوي يعني.